أكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطلب الإشراف القضائي على الانتخابات دليل على متابعة الرئيس السيسي للحوار. وخلال لقاء خاص للتلفزيون المصري قال المستشار محمود فوزي أن الحوار الوطني تفاعلي وجاد بين جميع المشاركين مع احترام آراء الجميع، مشيرا إلى أن الحوار منصة آراء دون إخلال بدور أي جهة أخرى. النهاردة كان يوم كويس والجلسات كانت متميزة والنقاش كان متسع ومتوازن ومتبادل. الحقيقة كان مش ممكن نوصل للنقطة دي غير بالتحضيرات الجيدة. التحضيرات يعني ممكن البعض يكون استطال مدتها شوية، لكن الحقيقة نتيجتها باينة ان حضرتك كمان حتى في توزيع الكلمات النهاردة فقد روعي في توزيع الكلمات انك ما تسمعش اتجاهين ورا بعض. حتى الناس اللي قاعدين حرصنا في القعدة نفسها ان احنا مش يعني لازم الناس تقعد مع بعض بحيث ان يبقى فيه نوع من انواع الحوار ونوع من انواع النقاش. الحمد لله الاراء كانت متنوعة ومتعددة. اهم ما يميز اليوم الانضباط الحاضرين كمان، بمعنى كل واحد التزم بالرأي، التزم بالوقت المحدد ليه.